عبد الحق نجيب، كاتب وصحفي، ناقد سينمائي وناقد فني. اليوم هناك مجموعة من الأسئلة اللي مطروحة حول يعني مسألة الدعم، وهناك مجموعة من الأسماء، مجموعة من الفنانين، مجموعة من يعني وجوه في الساحة الفنية اللي خرجت بمجموعة من يعني الانتقادات حول مسألة الدعم. شكون اللي خصو يستافد، شكون اللي ما خصوش يستافد. يعني أنا كمتتبع، كصحفي، ككاتب، كناقد سينمائي وفني، يعني عندي هناك مجموعة من التحفظات حول هذه المسألة ديال الدعم، لأن هناك مجموعة من الأشخاص اللي يستحقوا الدعم وما كي ياخدوش. يعني هذه الأسئلة أنا كنشاطرها مع يعني مع الفنانين اللي تضروا، اللي كاينين. هناك مجموعه من الفنانين اللي ما اشتغلوش هذه المده ديال 10 سنوات، 15 سنه، 20 سنه، وهو كانهم هم مشوا، حتى واحد ما كيلتفت ليهم، حتى واحد ما كيديها فيهم، حتى واحد ما كيتكلم عليهم، حتى واحد ما كيدافع عليهم. يعني هذه مساله ربما خطيره جدا، لاننا ما يمكنش نمسحوا هذا الارث الثقافي وهذه الامور كامله اللي سدوا بها هاد الناس باش يخدموا المجتمع المغربي، باش يخدموا الثقافة المغربية، باش يخدموا الفنون المغربية. يعني هناك أسماء اللي ما تتاخدش الدعم، وعندها الحق أنها تطرح سؤال، وعندها الحق أنها تنتقد يعني مسألة الدعم. شكون اللي كيتحكم في الدعم؟ أشنو هما لي كريتير ديال الدعم؟ شكون اللي خصو ياخذ، شكون اللي ما خصوش ياخذ؟ علاش هاد الدوسي كيدوز وعلاش هاد الدوسي ما كيدوزش؟ واش هناك يعني واش هناك بزاف ديال الصحبانية؟ واش هناك زبونية؟ واش هناك الأسماء المسائل كاملة طرحات، وهاد المسائل اللي طرحات يعني ان هناك خلل ما، وهذا الخلل فين كيكمن؟ خاصنا اليوم حنا كمتتبعين، كصحفيين، كأناس يعني يشتغلون في الحقل الفني والثقافي، خاصنا نطرحوا لنفسنا الاسئله. حنا محتاجين اش من فن، محتاجين اش من فنانه؟ راه ما يمكنش باسم ان كل شيء خصو ياخذ، والذوق ديال الجمهور راه فوق من جميع الاعتبارات. لا، راه هناك جمهور اللي كيتبع مسائل فنيه مبتذله، مسائل فنيه لا اخلاقيه، مسائل فنيه لا تغني الحقل الثقافي ولا الفني في المغرب. وما يمكنش اننا حنا ندعموا امور بحال ما كان اللي كت عوض انها تهز من النيفو ديال العمل الفني ومن قيمه العمل الفني، كطيحوا يعني للحضيض، وكنوليو حنا كنشوفوا الساحه الفنيه شنو ولا فيها. يعني هناك اسماء بارزه، هناك اسماء وازنه، ما بقيناش كنسمعوا عليها. انا ماشي ضد هاد الشباب اللي كيشتغل، بالعكس، غير تكون عنده حس فني، يكون عنده فيغيتابل طالون، يعني يكون عنده رساله داخل هذا المجتمع، يكون عنده ثقل، لان كيتبعوه ملايين ديال الشباب، ملايين ديال الاطفال، وهو راه عنده مسؤوليه ملي تيتبعوا هاد الناس هادو. اش من خطاب كيوجه لهاد الناس؟ اش من رساله كيوجه لهاد المجتمع؟ اشنو هي طريقته باش كيخدم هاد المجتمع وينميه ويزيد به لقدام؟ وحنا كنشوفوا اليوم بانه هذه من المخاقدات، وهذا الشيء كنقولوا لانني كنقولوا بكل صراحه، يعني الساحه الفنيه المغربيه اليوم تعيش فتره تدهور كبيره. وهذه الفتره ديال التدهور كبيره، علاش؟ لان هناك خلط في المفاهيم، خلط في الموازين، خلط في الاسماء، خلط في الذوق. يعني ما بقاش كل واحد ولا تيلغي بالغاء، وراه ما يمكنش كل واحد يلغي بالغاء، وحنا كنتكلموا على ثقافه مغربيه بغات تكون ثقافه يعني متجذره، ثقافه حداثيه، ثقافه اللي باغا تبصم ارض الواقع وتكون اكسبورتابل، تمشي يشوفوها ناس اخرين. بالعكس، انا كنشوفها في جميع الميادين ديال المغرب، مع غير استثناءات قليله، شي الاخر كله يعني دون المستوى، وهذا راه خطير جدا. وشكون اللي كيكرس هاد دون المستوى؟ كيكرسوها بحال المواقف، لان الناس كطرح تساؤلات، كيقولوا منين، كيفاش الاخر غادي ياخذ الدعم وانا ما غاديش ناخذه؟ وانا راه فنان، وانا راه اشتغلت 30 سنه، وانا راه عقيت، وانا الاسم ديالي كبير، وانا راه درت ودرت ودرت ودرت، واليوم تجاهلوني وكانني لم اكن. وهذه مساله غريبه، ما يمكنش اننا نمسحوا الماضي ونمسحوا جميع الاسماء اللي خلدات واللي دارت البصمه ديالها في التاريخ ديال الفن وديال الثقافه المغربيه، ونجيو باسم الحداثه اننا نديروا دو نامبورت كوا. نامبورت كوا راه سني با بون، راه سا سابيل بريكولي دون لانكورابل، لي سني با بون دو تو. وهذا هو اللي كيضروا منه اليوم. انا تكلمت مع مجموعه من الاصدقاء، مجموعة من الإخوان، مجموعة من الفنانين، مجموعة من الأدباء، مجموعة من الرسامة، مجموعة من المغنيين، يعني مجموعة من رجالات المسرح ونساء المسرح اللي دازوا عندنا في برنامج صدى الإبداع، واللي كيتضروا من هذه المسألة هذه. وهناك الناس ديال صالات العرض مثلا اللي كيداروا فيهم لي زيكسبوزيسيون توسا، هناك تساؤلات علاش فلان خاد وفلان ما خادش. يعني هذه الأمور كاملة، شكون هي الشخصية المسؤولة اليوم في المغرب اللي غادي تجي وتوضح لنا بشكل يعني صريح بكل شفافية علاش هاد الدعم
ياخذوه ناس كيستافدوا منه، وكاينين ناس اخرين اللي كيتهمشوا وكيتقصوا، لانني اظن ان هناك اقصاء وان هناك تهميش وان هناك يعني رغبه في ترويج كل ما هو ميديوكر لدون مستوى. وملي كتولي لا ميديوكريتي هي لا نورم، يعني راه الفن والثقافه المغربيه المستقبل ديالهم راه مستقبل ميتاج. الفنان المغربي في ظل هذه الازمه ديال الكوفيد وديال يعني هذه الازمه الصحيه الخطيره اللي كتخبط فيها العالم كله، ولكن المغرب تضرر بشكل كبير. حنا شفنا مده تقريبا 10 شهور ما كاينش العمل، ما كاين الاشتغال، ما كاينش المسرح، ما كاينش صالات العرض، ما كاينش لي زيكسبوزيسيون، ما كاينش حتى الانتاج على مستوى نشر الكتب. يعني الوضعيه الثقافيه والفنيه في المغرب هي واقفه، يعني واقفه ما كتشتغلش. وهاد الناس هادو هناك فنانين تيعيشوا من هذا العمل ديالو، وعشر شهور الانسان بلا ما يشتغل بلا ما يخدم بلا ما ينتج راه ما يمكنش ياكل. وشكون اللي غادي يلتفت لهاد الناس كاملين؟ حنا كنشوفوا واحد المساله خطيره هنا، انك مجموعه من الاسماء اللي خلدات تاريخ الفن والثقافه في المغرب اليوم كتعاني من امراض خطيره مليوحه في الديور، حتى واحد ما كيديها فيهم، الناس كتموت. وشفنا شحال من انسان اللي توفى غير في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. يعني ما يمكنش اننا نكون مجتمع كيامن يعني بقوه ومكانه الثقافه داخل المجتمع ومكانه الفنون داخل المجتمع، وما نتفكروش الناس اللي كانوا هما الركائز الاولى اللي تبنات عليها الثقافه وتبنى عليها الفن في المغرب. يعني خاصنا ضروري اننا نلتفتوا لهاد الناس. هناك مجموعه يعني اغلبيه الفنانين المغاربه اليوم كتعاني من مشاكل صحيه، كتعاني من الفقر، كتعاني من التهميش، كتعاني من التدهور الحاله الاجتماعيه ديالهم. وما نسمحوش لنفسنا اننا اليوم نعيشوا في مجتمع اللي يتجاهل هاد الامور، لانها امور خطيره. والشعب اللي ما كيردش الاعتبار للفنانه ديالو انا اعتبره شعب ميت. احنا في واحد الفتره يعني فترة صعبة جدا، فترة إنسانية صعبة جدا، فترة اجتماعية صعبة جدا. أنا كنأكد على واحد المسألة، مسألة الكوفيد راه مازال ما انتهتش، مازال ما انتهتش. خاصنا نردوا البال، خاصنا نحميو ريوسنا، خاصنا نحميو الناس اللي كيعيشوا قراب لينا، خاصنا نحميو الأسر ديالنا، نحميو الأصدقاء ديالنا، ونحميو المجتمع. باش غادي نحميو أننا نردوا البال للصحة ديالنا، وأننا نلتزموا بجميع يعني الامور اللي كتنص عليها وزاره الصحه وكينصوا عليها الاطباء في المغرب. يعني هذه الامور، الناس توفات اليوم، المغرب فات اكثر من 110 الاف حاله يعني في هذا. وشوفوا اليوم وصلنا لالاف الموتى في المغرب، وهذا شيء خطير جدا. يعني ما نقولوش بلي الامور دازت بسلام، وما نقولوش بلي راه الكوفيد خلينا ورانا، لا مازال الكوفيد كاين ومازال غادي يكون مازال في المستقبل. وهذا ينص علينا اننا نلتزموا بمجموعه من الامور، لان هذا الالتزام ديالنا هو اللي غادي يخلينا نجاو، هو اللي غادي يخلينا نجيو الاخرين. شكرا. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة هي أن أنا مغربي، أنا مغربي أحب هذا البلد، أحب هذا المجتمع، أحب هذا الشعب، أحب هذا الشعب، وأحب ثقافة وفنون هذا الشعب. إلى عندي كلمة هو أن راه حرام أن نعيش في واحد المجتمع اللي اليوم تجاهل مكانة الثقافة وتجاهل مكانة الفنون في المجتمع. راه الثقافة والفنون هي اللي كتنمي الذوق، اللي كتخلينا نسمو الى اشياء جميله، هي اللي كتخلي الاخلاق والقيم تكون جميله. وراه الا بقينا غاديين غير في هذا يعني هذا الخلط اللي كنعيشوا فيه اليوم ما بين الرداءة وما بين الاشياء المبتذله، راه حنا غاديين في الهاويه، وهذا شيء يضرني كثيرا. شكرا. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.